بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلاب الصف الحادي عشر، مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الحاسوب. ودرسنا إن شاء الله اليوم هنستكمل فيه ما تم دراسته في الفصل الدراسي الأول عن إنشاء قواعد البيانات باستخدام برنامج مايكروسوفت أكسس 2007. وطبعا اتكلمنا في الكورس أو الفصل الأولاني عن كائنات قاعدة البيانات، وقلنا أي قاعدة بيانات بتتكون من 4 كائنات اللي هي الجداول والاستعلامات والنماذج والتقارير. في الفصل الدراسي الأول درسنا الجداول والاستعلامات، وسوف نستكمل إن شاء الله في الكورس أو الفصل الدراسي الثاني النماذج والتقارير. النموذج هو عبارة عن واجهة لقاعدة البيانات بالشكل ده يا شباب. واجهة هي لقاعدة البيانات تعرض البيانات بحيث تسهل التعامل مع الجداول والاستعلامات. يعني احنا لو بصينا كده في قاعدة البيانات بتاعتنا يا شباب، دون الجدول، دون جدول بيانات الطلاب بالشكل ده. لو مدخل البيانات قام بإدخال البيانات في الجدول أكيد هيبقى طبعا صعب عليه، لأن عندك بيانات كتيرة. يعني احنا بس هنا بس حوالي 20 اسم، وشايفين الكم قد إيه. لو أنت عندك 1000 اسم ولا شيء هيبقى موضوع كبير. فاحنا بنعمل له وجهة للجدول ده بالشكل ده يا شباب. يعني شوفوا أدي الفرق بين النموذج ودي الجدول. دي النموذج اهو، دي النموذج، النموذج بتاع بيانات الطلاب. بيظهر لك بس سجل الطالب واحد محمد السيد مثلا فيه كل بياناته، وابتدي اتنقل ما بينهم. يعني اهو اسامه محمد، فهد ابراهيم، فيصل خالد، محمد خالد، دي كل الطلاب اللي عندي. كل طالب بتنقل ليه بيظهر لك بياناته. يبقى النماذج عباره عن واجهه لقاعده البيانات. طيب النماذج بتاعتنا لها كم نوع؟ في نوعين من النماذج، في نموذج منضم ونموذج غير منضم. النموذج المنضم اللي هو احنا اللي احنا قدامنا ده يا شباب، دون اسمه نموذج منضم. ليه سميته منضم؟ لانه مرتبط بجدول اهو. يعني اشوف، يعني انا بتحرك في النموذج ها بيظهر لك بيانات الجدول اللي هو مرتبط بيه. يعني انا بعدل هنا بيتعدل في الجدول. دي اللي سميناه نموذج منضم، يعني مرتبط بجدول. طيب النموذج الغير منضم، النموذج الغير منضم بنشئه بيكون غير مرتبط باي جدول ولا استعلامات ولا باي شيء بالقاعده. امال فايدته يا استاذ طالما ما له بيرتبطش بشيء؟ لا، فايدته كوجهه للبرنامج. يعني اول ما بشغل القاعده بيظهر لك النموذج الغير منضم. ليه؟ احط فيه مثلا ايه الاستعلامات. لو المستخدم يروح ضغط على طول مباشره على زر يوديه الاستعلام، يضغط على نموذج يروح لنموذج معين، وهكذا. بيستخدم في تسهيل التنقل ما بين القاعده سواء كانت نماذج استعلامات تقارير. طيب يا شباب ايه مميزات النماذج؟ ايه هي مميزات النماذج؟ اول شيء من مميزات النماذج ان انت ممكن تحط صور وشعارات. يعني مثلا هنا هو انت هيئه المعاهد المدنيه، حطيت صوره شعار ليها وحطيت اسم توضيحي ليها. طيب يا شباب دي من اول ميزه. الميزه الثانيه، البيانات اللي في النموذج يمكن تعديل البيانات هنا بتتعدل في الجدول. يبقى احنا عند ادخال البيانات او تعديلها زي ما احنا قلنا في النموذج بيتعدل فين؟ في الجدول المرتبط بيه، ده في النموذج المنضم. طيب ادي الميزه. الميزه الثانيه ان انت عندك في اكثر من شكل للنموذج. النموذج ليها عرض اكثر من شكل، وهوريكم دلوقتي الاشكال بتاعته. في عندك 4 اشكال للنماذج وهنقولهم بالتفصيل الحين. طيب ايه كمان في من ضمن المميزات؟ ان ضمن كمان المميزات ان انت ممكن تضيف زر داخل النموذج. دي زر اهو تفوق رياضي، ممكن تضيف قائمه منسدله يختار منها بدل ما يكتب مثلا عندك المناطق، اكتب مناطق الكويت كلها واختار منها. دي من ضمن المميزات. كمان من ضمن المميزات ممكن النموذج يحتوي على اكثر من جدول. يعني ايه نموذج؟ بنسموه نموذج رئيسي فرعي. يعني النموذج دون فيه رقم الطالب واسمه، دي من جدول بيانات الطلاب، وفي درجاته. يبقى احنا دلوقتي ايه حاجه اسمها نماذج فرعيه، استخدمنا نماذج فرعيه داخل نموذج رئيسي. من ضمن المميزات كمان ان احنا ممكن نمثل، يتم تمثيل بيانات النموذج ها بيانيا بالشكل ده. يعني دي تمثيل بيان اهو لنموذج بتاع درجات طلاب، طالب درجاته في الاعوام 98 كان جايب في سنه اهو 2005 2006 كان جايب 98%. دي ال3 مراحل مثلا في الثانوي، عاشر 11 ثاني 10، دي نسبته مثلتها بيانيا. طيب من ضمن برضك المميزات بتاعت ان انا ممكن استخدمه كواجهه للبرنامج زي ما احنا قلنا، اللي هو النموذج الغير منضم. النموذج اهو بالشكل ده، شوف ده يا شباب دي نموذج غير منضم. ايه فايدته؟ اهو شوفوا بفتح بايه؟ نموذج تاني. يعني عشان افتح نموذج الطلاب بضغط هنا بدل ما ادخل وادور عليه، لا بضغط على طول افتح لك نموذج الطلاب. بفتح تقارير معينه عشان اطبعها، بنهي البرنامج بيها. دي النموذج الغير منضم اللي انا بستخدمه كواجهه للبرنامج. طيب اشكال النماذج زي ما احنا قلنا يا شباب، انا قلنا للنماذج ليها 4 اشكال. نموذج عمودي فردي، ونموذج جدولي،
ونموذج مضبوط ونموذج ورقة بيانات. ايه الفرق بينهم يا شباب؟ النموذج عمودي فردي بيعرض لك بيانات الطالب في ورقة واحدة، يعني مثلا دي بيسموه سجل واحد اللي هو السجل محمد السيد، فبالصفحة الاولى او الصفحة اللي ظهر لك هيا بيظهر لك ايه بيانات سجل واحد. يبقى في النموذج العمود الفردي بيظهر لك على الشاشة، كل شاشة بيظهر فيها ايه بيانات سجل واحد. طبعا دي سجل، السجل عبارة عن مجموعة من الحقول اهو، حقل حقل حقل. يبقى النموذج الفردي بيظهر لك في كل شاشة بيانات طالب او بيانات ايه عميل. طيب دي النموذج العمود الفردي. طب النموذج الجدولي، النموذج الجدولي بيختلف عن النموذج العمود الفردي ان هو بيعرض لك اكثر من سجل في الشاشة الواحدة. يعني اهو ادي دي طالب ودي طالب، ادي 1 2 3 4 5 6 7، عندك هنا 7 طلاب. في العمود الفردي كان فيه واحد بس، طالب واحد، هنا بيعرض لك بيانات اكثر من سجل. يبقى الفرق ما بينه وما بين العمود الفردي، هنا بيعرض لك اكثر من سجل. طيب النموذج المضبوط هو بالظبط لو بصينا يا شباب هنلاقيه نفس العمودي بالظبط، بس يفرق عنه ايه؟ انا بلجأ للنموذج المضبوط لما يكون عندك عدد كبير من الحقول، لما يكون عندك عدد كبير من الحقول بلجأ للنموذج الايه المضبوط. ماشي يا شباب، يبقى لما يكون عندك عدد كبير من الحقول بلجأ لحاجه اسمها النموذج المضبوط وليس النموذج العمودي الفردي. اخر حاجه عندنا اللي هو نموذج ورقه البيانات، بيعرض لك البيانات زي الجداول بالظبط. طب ليه يا استاذ نلجأ ليه؟ طبعا عندي الجداول، لا دي بستخدمه لما اعمل نموذج فرعيه اللي احنا قلنا عليها ده يا شباب، النموذج الفرعيه اللي هي كانت فين، اللي هي دي، شوفوا بستخدمه عشان استخدمه في النموذج الفرعي ده، يعرض لك البيانات كامله بالشكل ده. ماشي يا شباب، يبقى دي كانت عندنا انواع واشكال الايه النماذج. لو احنا بصينا كده نشوف كده بسرعه على اشكال النماذج، احنا قلنا يا شباب ان احنا في النموذج من ضمن مميزاته انه ممكن نضيف شعار وصوره. طيب الكلام ده هناخده ان شاء الله بالتفصيل، بس هوريكم بس الطريقه بس سريعا عشان اوريكم بس ان هو ممكن لو احنا جينا هون لو بصينا اهو ممكن اضيف اهو شعار بالشكل اهو. شوف يا شباب هنا لو جيت هنا اخترت مثلا سطح المكتب اهو واحط شعار ده واحط من اشعار المدرسه اهون، وممكن اكتب تسميه اهون، اقدر اكتب الاسم هنا اسم المدرسه عادي خالص. كل شيء بتضيفه فيها زي ما احنا قلنا شعار وتسميه، ممكن اضيف ازرار، ادي زر انا ضايفه هو للخروج من الايه من النموذج. ماشي يا شباب، دي من ضمن المميزات اللي احنا قلناها سريعا كده. طيب اشكال النماذج اللي احنا قلناهم الاربعه، وان شاء الله الكلام ده كله هناخده بالتفصيل في الحصص القادمه باذن الله. لو انا مثلا عايز مثلا هنا انشئ مثلا اوريكم بس الاشكال اهي يا شباب، وليكن هنشوف بس عشان اوريكم بس الاشكال، ادي الاشكال بتاعتنا بتاعت النماذج عمودي جدولي ورقه بيانات ضبط، ادي الاربع اشكال اللي احنا اتكلمنا عليهم. لو جينا تبدلنا بيظهر لك اهو. ماشي يا شباب، وجزاكم الله خيرا، ونلقاكم في حصه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.